مصادر طويلة الأجل. عم بيقول المصادر طويلة الأجل هي الزيادة في الرسامين الدائمة والنقص في الأصول الثابتة اللذان يحدثان خلال الدورة المالية. وتتضمن هذه المصادر بصفة خاصة قدرة التمويل الذاتي المتمثلة بالتدفق النقدي الناتج عن النشاط، المصادر الخاصة عن طريق الملاك المتمثلة بزيادة رأس المال، الاستدانة طويلة الأجل للحصول على قروض، المصادر المرتبطة بالتفرغ عن الأصول الثابتة والتحصيل من الإقراض الطويل الأجل. وكما هو الحال في الاستخدامات، يحتاج القائم بإعداد جدول التمويل لمعرفة أين يجد مبالغ المصادر في النظام المحاسبي وكيف يحتسبها عندما يحتاج للاحتساب. أول المصادر في جدول التمويل هي قدرة التمويل الذاتي. شو يعني قدرة التمويل الذاتي؟ خلينا نشوف شو هي. عم بيقول تعتبر قدرة التمويل الذاتي مصدرا من المصادر الطويلة الأجل للأموال. هي أول المصادر، أول عنصر من عناصر المصادر في جدول التمويل، تقعد فوق قبل كل الناس، وهي مصدر داخلي يتولد بفعل ممارسة المؤسسة لنشاطها. كل المصادر غير قدرة التمويل الذاتي هي مصادر خارجية، حتى التمويل بواسطة زيادة في رأس المال هذا ينظر إليه باعتباره مصدر خارجي. مين خارجي؟ يعني الملاك. طب الداخلي وين؟ لكن الداخلي الناتج عن ممارسة الشركة لنشاطها والربح المتولد عن ممارستها لنشاطها، هذا هو الداخلي فقط، هذا هو الذاتي، وكل ما سواه خارجي. إذا هو مصدر داخلي يتولد بفعل ممارسة المؤسسة لنشاطها. وقدرة التمويل الذاتي هي الربح، بس إذا قلت الربح وقفت غلط، هي الربح المعدل باستبعاد البنود التي لا أثر لها على النقدية بحكم طبيعتها. شو يعني هذا الحكي؟ إذا جيت أنا هون طلعت بحساب النتيجة، لقيت هيدا مجموع الإيرادات وهيدا مجموع الأعباء، وهيدا الربح اللي هو الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع الأعباء، الربح 1,931,000. السؤال هل حصل خلال هذه السنة تدفق نقدي ناتج عن العمليات، يعني ناتج عن ممارسة الشركة لنشاطها، بهذا المبلغ اللي هو 1,931,000؟ الجواب لا. ليه لا؟ لماذا؟ لأن بعض هذه الأعباء تسجل كأعباء ولكنها لا تخرج نقدية، وبعض هذه الإيرادات تسجل كإيرادات ولكنها لا تدخل نقدية. في أعباء تسمى أعباء دفترية غير نقدية، ليس من شأنها أن تحدث تدفقا نقديا خارجا، وفي إيرادات تسمى إيرادات دفترية غير نقدية، ليس من شأنها أن تحدث تدفقا نقديا داخلا. مثل شو؟ مخصصات الاستهلاكات، هذا عبء دفتري لا يترتب عليه خروج نقدية. مخصصات المعونات، هذا ربح عبء دفتري لا يتولد عليه خروج نقدية. صاروا كم واحد؟ صاروا اثنين. مخصصات المعونات المالية، هيدا عبء دفتري لا يتولد عنه خروج نقدية، صاروا ثلاثة. مخصصات معونات خارج التشغيل، هيدا عبء دفتري لا يتولد عنه خروج نقدية. كل شيء اسمه مخصصات استهلاك أو مخصصات معونات، هيدي عبارة عن أعباء تسجل دفتريا ولكن لا يترتب عليها خروج نقدية، هي عبارة عن أعباء دفترية غير نقدية. بس لا، مش بس. شو بعد فيه؟
قطعت في القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، يعني صاروا كم واحد؟ مخصصات استهلاك للتشغيل، مخصصات مؤونات للتشغيل، مخصصات المؤونات المالية، القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، مخصصات المؤونات خارج التشغيل، كل هول عبارة عن أعباء تسجل دفتريا ولكنها لا تخرج نقدية. هلا هون بقى في إيرادات تسجل دفتريا ولكنها لا تدخل نقدية، نعم، من استرداد من المؤونات للتشغيل، استرداد من المؤونات المالية، هذه إيرادات تسجل دفتريا ولكن لا يترتب عليها خروج نقدية من المؤسسة، لأن الإيرادات محتوية على لا يترتب عليها دخول نقدية إلى المؤسسة. يمكن أنا قلت خروج، ما بعرف، هي إيرادات تسجل دفتريا ولا يترتب عليها دخول نقدية إلى المؤسسة، لأن الإيرادات محتوية على هذا النوع من الإيرادات الذي لا يدخل نقدية، ولأن الأعباء محتوية على هذا النوع من الأعباء الذي لا يخرج نقدية، الربح المحاسبي غير مساوي للتدفق النقدي. يعني إذا رجعنا نحن عملنا شيء اسمه تدفق نقدي، أخذنا كل شيء إيرادات إلا هول اللي عم نحكي عنهم، وأخذنا كل شيء أعباء غير هول اللي عم نحكي عنهم، بيطلع معنا قدرة التمويل الذاتي اللي عم نحكي عنه؟ إيه بيطلع، بس مع التحفظ بشغلة صغيرة، إنه في إيرادات نحن ما بنحطه ضمن قدرة التمويل الذاتي، مش لأنه لا يدخل نقدية، لأنه هذا مصدر مختلف من مصادر الأموال، يظهر بصورة مستقلة، لا يظهر كمصدر متولد عن النشاط. مين هو؟ هذا إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة، هذا يدخل نقدية، بس أنا ما بدخله ضمن قدرة التمويل الذاتي، لأنه هذا مش تمويل ذاتي، هذا عبارة عن مصدر ناتج عن بيع الشركة لأصولها الثابتة، مش نشاط الشركة اللي عم تمارسه. إذا شالوا هيدول، إذا نشال استرداد المعونات من هون، ونشال استرداد المعونات هذا التاني من هون، ونشال إيرادات ونجمعه من هون، نشال كل شيء في مخصصات استهلاك ومعونات، ونشال القيمة الدفترية، وانجمعت الأعباء بلاهم، بصير عندي الفرق بين هيدا وهيدا هو قدرة التمويل الذاتي اللي عم نحكي عنه. طيب هل معنى ذلك إنه أنا كل مرة بدي حدد قدرة التمويل الذاتي بدي امسك حساب النتيجة اللي عملوه المحاسبين واعمل انا بالتحليل المالي حساب نتيجة تاني وسمي هذا اللي هون قدرة التمويل الذاتي، بقول الايرادات النقدية والاعباء النقدية بطرحهم من بعض بيطلع معي قدرة التمويل الذاتي؟ هلا اذا عملت هيك ما حدا حيزعل مني، بس هذا شيء غير معتاد، غير معتاد انه بالتحليل المالي يرجع ينعمل حساب نتيجة من اول وجديد بيتضمن الايرادات النقدية فقط والاعباء النقدية فقط. طيب شو بيعملوا بالتحليل المالي؟ بالتحليل المالي اللي بيعملوه انه بيمسكوا هيدا نتيجة الدورة ارباح، بيعملوا بلوس لكل شيء في اعباء انشالت هون وما بدها تنشال، وبيعملوا موال لكل شيء في ايرادات انحطت هون وبدها تنحط، بيطلع معهم قدرة التمويل الذاتي. هيك يعني بلس بيحطوا نتيجة الدورة، بلس مخصصات الاستهلاك، بلس مخصصات المعونات، بلس مخصصات المعونات المالية، بلس مخصصات المعونات خارج التشغيل، بلس القيمة الدفترية الأصول الثابتة بتفرغ عنها، ناقص استرداد معونات تشغيل، ناقص استرداد معونات مالية، ناقص إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة، بيطلع بقى قدرة التمويل الذاتي. إذا للانتقال من نتيجة الدورة إلى قدرة التمويل الذاتي، زائد لكل شيء فيه اسمه مخصصات استهلاك، زائد لكل شيء اسمه مخصصات مؤونات، زائد للقيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، ناقص لإيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة، وناقص لكل شيء اسمه استرداد مؤونات، بيطلع قدرة التمويل الذاتي. قدرة التمويل الذاتي هو ربح معدل من شال منه الأشياء غير النقدية. طيب هذا أول المصادر في جدول التمويل.
طيب مين المصدر الثاني؟ عم بيقول المصدر الثاني التفرغ أو النقص في عناصر الأصول الثابتة. يظهر جدول التمويل إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة كمصدر مستقل، وهذا اللي خلاه يشيله من نتيجة الدورة هون لحتى يحطه مستقل، كمصدر مستقل من مصادر الأموال الطويلة الأجل. وانتبه بس، عم بيقول لي انتبه، انا قلت هيدي الشغله بس بدي اذكرك فيها لانه هلا انت بحاجه لها اكثر مما كنا عم نحكي عنها هنيك. ايراد التفرغ هو سعر البيع خارج الضريبه للاصول الثابته، يعني الاشتي للاصول الثابته التي جرى التفرغ عنها خلال العام، مش تكلفته. خلينا نشوف على شو بدي انتبه بالضبط. عم بيقول في 31 12 نون أظهر جدول الأصول الثابتة لشركة الميدان، ونحن ديجا تعرفنا عليه جدول الأصول الثابتة لما كنا عم نحكي استخدامات. رجع عم يحكيني هلأ عن جدول الأصول الثابتة آخر البيانات التالية. هذا جدول الأصول الثابتة، في أول شيء القيمة غير الصافية في بداية الدورة المالية، يعني هذا رصيد أول السنة، هذا الزيادة اللي صارت خلال السنة الناتجة مبدئيا عن الشراء أو عن إنفاق مثل دفع مصاريف تأسيس اللي هم، أو عن منح قروض مثل الزيادة في الإقراض الطويل الأجل. والنقص الناتج عن البيع أو عن التحصيل مثل التحصيل في الإقراض والتحصيل من ودائع الكفالات المدفوعة. والرصيد بآخر السنة. بدي انتبه انه لما اكون عم بحكي التفرغ او النقص في الاصول الثابتة، التفرغ مش من هون بينجاب. التفرغ يعني اذا بدي التفرغ عن براءات الاختراع منه 25,000، والتفرغ عن اليات النقل منه 7,000، والتفرغ عن الاساس منه 4,000. لكن شو هدول؟ هول تكلفة البراءات اللي انباعت، وهاي تكلفة آليات النقل اللي انباعت، وهاي تكلفة الأثاث اللي انباع. بس أنا ما هيدا اللي بدي أحطه بجدول التمويل، أنا بدي أحط إيراد التفرغ عنه، وبقدام باع، بقدام باعت هاي، وبقدام باعت هاي، وبقدام باعت هاي. وهون السندات المشتركة مش منباع منها شيء، السندات المجمدة منباع منها سندات تكلفتها 17,000، بس أنا ما بدي ال 17,000، انا بدي بالسندات المشاركه اللي انباعت بقدام باعت. هول بقى ايرادات التفرغ عن الاصول الثابته غير ماديه، بدي اشوف بقدام باعت براءات الاختراع اذا ب 25,000 ولا اكثر ولا اقل. هون في ايرادات التفرغ عن الاصول الثابته ماديه، بدي اشوف بقدام باعت اليات النقل والاساس اذا ب 11,000 ولا اكثر ولا اقل. وهون ايرادات التفرغ عن الاصول الثابته الماليه، بدي اشوف بقدام باعت هالسندات المجمدة اذا ب 17,000 ولا اكثر ولا اقل. طب هول مش ايرادات تفرغ، لا، هول ذمة مدينة مرتبطة بمشاركات، هذا النقص فيها تحصيل من الاقراض، والاقراض الودائع الكفالات المدفوعة هذا النقص فيه تحصيل من الاقراض، والودائع الاقراض هون والودائع والكفالات مدفوعة هذا النقص فيه تحصيل من الودائع والكفالات. هدول بيظهروا بصورة مستقلة كمصدر مستقل مش كإيرادات تفرغ، هذا مش إيراد تفرغ. هول اللي هن 30,000 والتحصيل من ذمم مدينة مرتبطة بمشاركات، و8,000 اللي هو تحصيل من الإقراض، و2,000 اللي هو تحصيل من الودائع الكفالات المدفوعة، هول بيظهروا من هون، بيتاخذوا من هون مثل ما هن، لأنه هول عبارة عن تحصيل. بينما هول بدي نبش بمكان ما عن هالأشياء قدام باعت، البراءات آليات النقل والأثاث والسندات المجمدة. خلينا نشوف شو عم بيقول. عم بيقول وفي التفرغ عن الأصول الثابتة والنقص فيها ينبغي التمييز بين أصول ثابتة غير مادية تم التفرغ عنها خلال العام مثل براءات الاختراع والامتيازات والبرمجيات ونحوها، فيظهر سعر بيع، سعر بيع هذه الأصول خارج الضريبة في جدول التمويل تحت اسم إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة غير مادية. أصول ثابتة مادية يتم التفرغ عنها خلال العام مثل الأراضي والأبنية والمعدات وآليات النقل والأدوات والأثاث، فيظهر سعر بيع هذه الأصول خارج الضريبة تحت اسم إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة مادية.
أصول ثابتة مالية تم التفرغ عنها، وهي حصرا سندات مشاركة وسندات مجمدة وما سوى ذلك، فهذا مش أشياء يتم التفرغ عنها، أشياء يتم تحصيلها التي يظهر سعر بيعها خارج الضريبة في جدول التمويل، التي يظهر سعر بيعها في جدول التمويل تحت اسم إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة مالية. أما الأصول الثابتة المالية لنقصت أصول ثابتة مالية نقصت خلال العام، ولكن النقص فيها ليس بسبب البيع بل بسبب تحصيل مبلغ سبق تقديمه، مبالغ سبق تقديمها للغير بصفة قروض أو تأمينات، كما هو حال الإقراض الطويل متوسط الأجل والودائع والكفالات المدفوعة التي تظهر المبالغ المحصلة منها في جدول التمويل تحت اسم التحصيل من الإقراض. والتأمينات الطويلة الأجل. ولا تكفي معطيات هذا الجدول لمعرفة إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة مثل ما قلنا، لأن الظاهر في عمود النقص هو تكلفة الأصول التي تم التفرغ عنها وليس إيراد بيعها. فما نحتاجه من هذا الجدول هو النقص في الأصول الثابتة التي لا يعتبر النقص فيها تفرغا. يعني اللي هياخده من هذا الجدول هو النقص بثلاث شغلات: النقص في ذمة المدينة لأن النقص في ذمة المدينة ليس بيعا، النقص في إقراض طويل الأجل لأن النقص فيها ليس بيعا، الودائع والكفالات المدفوعة لأن النقص فيها ليس بيعا. هول حجيب مثل ما هني، هول حجيب مثل ما هني، وحطهم بجدول التمويل. أما الباقي بدي أشوف قديش نباعه، ولا بد من معرفة بالتفصيل أو بالإجمال سعر بيع البراءات والآليات والأثاث والسندات المجمدة التي جرت تفرغنا. ولنفترض أن حساب النتيجة للشركة عن السنة المنتهية في 31/12 نون الطلاع بحساب النتيجة لقيت الآتي، لقيت بحساب النتيجة بتاع عيد الشركة في قلبه إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة غير مادية 42,000، إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة مادية 12,000، إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة مالية 20,000، جبتهم من حساب النتيجة بتاع عيد الشركة، مش من هذا الجدول، مش من هذا العمود، مش من هذه القيم، لأنه هذه القيم هذه تكاليف ما تم بيعه وليس إيراد بيع ما تم بيعه. إيراد بيع ما تم بيعه بينجاب من وين؟ بينجاب من حساب النتيجة. نبشنا بحساب النتيجة لقيناهم الحمد لله منفصلين ثلاثة، حاطينهم غير مادية 42,000 ومادية 12,000 ومالية 20,000. هول يعني البراءات اللي انباعت، انباعت ب 42,000، هول الأثاث والآليات النقل اللي انباعت، انباعوا ب 12,000، وهول السندات المجمدة اللي انباعت، انباعت ب 20,000. بناء على ما تقدم سيظهر في جانب المصادر من جدول التمويل إيراد التفرغ عن أصول ثابتة غير مادية 42,000 تحت قدرة التمويل الذاتي مباشرة، إيراد التفرغ عن أصول ثابتة مادية 12,000 تحت اللي فوقه، إيراد بيع صكوك مالية طويلة الأجل 20,000 اللي هو يعني إيراد التفرغ عن أصول ثابتة مالية، وتحصيل من إقراض أو من تأمينات طويلة الأجل 40,000. هيدا تاني المصادر، تاني المصادر. هلا اوقات الايرادات التفرغ بيظهروا كلهم مع بعض مجموعين اذا ما عندي اياهم منفصلين، او انا حتى بحطهم مجموعين حتى لو عندي اياهم منفصلين حسب اذا انا بدي افصل جدول التمويل او بدي اعمله اجمالي مصغر. هذا كان تاني المصادر. وثالثها
اللي هو إرادة التفرغ عن الأصول الثابتة غير المادية والمادية والمالية، والنقص أو التحصيل من الإقراض الطويل ومتوسط الأجل، التحصيل من الإقراض ومن التأمينات، يعني من التأمينات يعني الودائع والكفالات المدفوعة. بعدين عندي مصدر اللي هو الزيادة في رأس المال. يعني بيقول الزيادة في رأس المال، الزيادة في رأس المال تمويل يقدمه الملاك، وتشتمل هذه الزيادة على الزيادة في رأس المال بحد ذاته، وكذلك في العلاوات المرتبطة برأس المال كعلاوات الإصدار. أحيانا لما يصير في زيادة في رأس المال بيتم بيع السهم بسعر إصدار أعلى من قيمته الإسمية، يعني بمعنى إنه مثلا لنقول سعر القيمة الإسمية للسهم 100 دولار بينباع ب 110، هالعشرة الزيادة اسمها علاوة إصدار السهم. هذه علاوة إصدار السهم هي جزء من عملية الزيادة برأس المال في العموم، بس ما بتظهر بحساب رأس المال، بتظهر بحساب تاني اسمه علاوات الإصدار، ولا تعتبر زيادة حقيقية في رأس المال أحدثت مصدرا للأموال خلال العام تلك الناتجة عن ضم احتياطيات إليه، وكذلك ليس من المصادر الزيادة في رأس المال التي لم يتم استدعائها. عم بيقول لي انتبه، أحيانا بيعملوا زيادة دفترية برأس المال. كيف يعني بيعملوا زيادة دفترية في رأس المال؟ يعني بنقصوا الاحتياطي بيزيدوا على رأس المال، مبلغ بنقصه من الاحتياطي بيزيدوا على رأس المال. هذا منه زيادة برأس المال بجدول التمويل، ما بيظهر بجدول التمويل هذا النوع من المصادر. الزيادة برأس المال اللي هي ناتجة عن انه ضم احتياطيات الى رأس المال، يعني مبالغ انشالت من حساب الاحتياط انحطت بحساب رأس المال، هذه لا يظهرها جدول التمويل، لا يظهرها جدول التمويل. وكذلك إذا كان في زيادة برأس المال لم يتم استدعاؤها بعد، الزيادة في رأس المال غير المستدعى، هذه أيضا لا يظهرها جدول التمويل. مثال: فيما يلي مستخرج من ميزانية شركة دارية الموقوفة في 31/12 نون. رأس المال كان السنة الماضية 750 ألف، صار 1.5 مليون، اتضاعف. العلاوات كانت السنة الماضية صفر، صارت 100 ألف، يعني صار في الزيادة في رأس المال كان مصاحبة علاوات إصدار، كان مصاحبة علاوات إصدار مبلغ 100 ألف. هذه تعتبر من جملة المصادر التي يظهرها جدول التمويل، الزيادة في علاوات الإصدار. الاحتياطيات كانت 250 ألف صارت صفر. شو يعني كانت 250 ألف صارت صفر؟ يعني في جزء من الزيادة برأس المال سبب ضم احتياطي إلى رأس المال، وإلا شو اللي خلى الاحتياطيات تكون 250 ألف تصير زيرو؟ عم بيقول: ولا يزال هناك من القيمة الإسمية للأسهم ربع لم يتم استدعاؤه. خلينا نشوف هون شو بدي انتبه. عم بيقول: لتحديد الزيادة في رأس المال التي يظهرها جدول التمويل، أول شيء في زيادة اللي هي الفرق بين قد إيه كان وقد إيه صار 750 ألف، بس هال750 ألف في منها 250 ألف ناتجة عن ضم الاحتياطيات، لأنه الاحتياطيات كانت 250 ألف صارت زيرو، يعني في 250 ألف انضموا لرأس المال. أنا حطلعهم برا اللعبة هدول، من الزيادة اللي هي 250 ألف حشيل، من الزيادة اللي هي 750 ألف حشيل 250 ألف اللي هي الزيادة الناتجة عن ضم الاحتياطيات، باعتبار أن رصيد الاحتياطيات انخفض من 250 ألف إلى لا شيء. شو اللي خلاه ينخفض من 250 ألف إلى لا شيء؟ ال 250 ألف وين راحوا؟ انضموا لرأس المال. يعني هال750 ألف الزيادة برأس المال في منا 250 ألف ناتجة عن ضم الاحتياطيات، هول بده يطلعوا برا اللعبة بيبقى بس 500 ألف. بس مش بس هيك، شوف شو عم بيقول كمان، لأنه هون عم بيقول لي في ربع لم يتم استدعائه، يعني هال500 ألف مستدعى منها 375 ألف في 125 ألف غير مستدعى. عم بيقول: الزيادة الناتجة عن مقدمات نقدية
750 ألف ناقص 250 ألف 500 ألف فقط. لا يعترف جدول التمويل إلا بالجزء المستدعى من هذه الزيادة من ال 500 ألف. يعني 500 ألف ضرب 3 على 4 375 ألف. يعني يظهر في جدول التمويل الزيادة برأس المال. أول شيء شلنا الناتج عن ضم الاحتياطيات اللي هو 250 ألف، بقي 500 ألف. هال 500 ألف شلنا منه الربع اللي هو غير مستدعى، يعني ال 125 ألف بقي 375 ألف. وأما علاوات الإصدار فبتظهر كلها كاملة. طيب إذا هيدا المصدر الرابع من مصادر التمويل. هلا الزيادة في إعانات للاستثمار اللي سماها التصميم المحاسبي العام اللبناني إعانات للتوظيفات خلافا لطبيعتها وخلافا للتسمية، الترجمة مش سليمة، الترجمة السليمة ل subvention d'investissement هو إعانات للاستثمار. عم بيقول إعانات الاستثمار هي المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى المنظمات العامة أو البلدية لتمويل العامة، يعني العامة اللي هي بيبليك يعني اللي هي مملوكة للدولة، أو البلدية لتمويل اقتناء أصول طويلة الأجل. فإذا حصلت على مثل هذه المساعدات خلال العام تكون قد حصلت على تمويل طويل الأجل يظهر في الميزانية كأحد بنود الرسمية الخاصة. إذا الشركة حصلت على تمويل، على تمويل بإعانات للاستثمار اللي هو إعانات من أجل شراء أصول ثابتة، هذه الإعانة التي حصلت عليها الشركة خلال السنة تعتبر إحدى مصادر التمويل الطويل الأجل وتظهر في جدول التمويل، مع العلم أن لبنان لا يسمح القانون اللبناني بأن الدولة تمنح هذا النوع من الإعانات للشركات الخاصة من أجل مساعدتها على شراء أصول ثابتة ولا لأي سبب آخر. ويدرج في جدول التمويل باعتباره الزيادة في رسمية خاصة أخرى بخلاف رأس المال وعلاواته. لكن هيدا مصدر من مصادر الأموال، الزيادة في الإعانات للاستثمار أي الإعانات المساعدات التي تمنحها الشركة، التي تمنحها الدولة للشركة من أجل تمويل شراء أصول ثابتة. هذا يعتبر من مصادر التي تظهر في جدول التمويل. الزيادة في الديون المالية، الزيادة في الديون المالية هي الاقتراض الطويل والمتوسط الأجل الذي يحدث خلال الدورة المالية، وتحصل الشركة على القروض بأشكال مختلفة، أهمها الاقتراض بسندات الدين، والاقتراض من المنشآت المالية يعني مؤسسات التسليف يعني المتخصصة بمنح القروض. ولذلك من المناسب إدراج الزيادة في الديون المالية مفصل على النحو التالي في جدول التمويل، في جدول التمويل: اقتراض بسندات الدين، اقتراض مؤسسات التسليف، اقتراض من مصادر أخرى. مثل ما الاستخدامات قلنا تسديد من الاقتراض بسندات الدين، تسديد من الاقتراض من مؤسسات التسليف، وتسديد قروض أخرى. طيب إذا قلنا أنه من المصادر الطويلة الأجل التي يظهرها جدول التمويل في جزئه الأول الزيادة في الديون المالية، وأن هذه الزيادة قد تكون بصورة اقتراض بسندات الدين، اقتراض بإصدار سندات الدين، اقتراض مؤسسات التسديف، واقتراض من مصادر أخرى. مثال: خلال سنة نون حصلت شركة الزبداني على القروض التالية: اقتراض بإصدار 20 ألف سند دين بقيمة اسمية وسعر تسديد 100 ليرة، 100 دعم، وسعر إصدار 90 دعم. يسدد القرض بواسطة 10 استهلاكات سنوية ثابتة في 1 آذار من كل سنة. 10 استهلاكات سنوية ثابتة أي ما بيلزمنا هو الشيء حاليا، اللي هو عبارة إنه كل سنة 20 ألف قسمة 10، يعني كل سنة بيسددوا 2000 سنة للناس. السنة معلومة بتلزمنا محل ما نحن هلأ. اقتراض مصرفي بمبلغ 900 ألف دعم لمدة 3 سنوات. اقتراض في 1 نيسان 750 ألف لمدة 5 سنوات من جهات غير مصرفية.
يعني مش مؤسسة تسليف. شو يظهر جانب المصادر؟ أول شيء يظهر جانب المصادر القرض بسعر إصداره مش بسعر التسديد. فعندما يختلف سعر الإصدار عن سعر التسديد والقيمة الإسمية، يظهر القرض في جدول التمويل بسعر الإصدار، لأن التمويل اللي حصل بالفعل هو الناس اللي دفعوه، المبلغ اللي دفعوه الناس هو هذا 90 عن كل سنة. يعني نحن تمولنا ب 90 ضرب 20 ألف، تمولنا بمليون و800، مش باتنين مليون. نعم نحن التزمنا انه نرد للناس 2 مليون، وحنحسب الفوائد على 2 مليون، بس نحن مش قابضين 2 مليون، نحن قابضين مليون و800. في جدول التمويل كما في الميزانية الوظيفية يظهر الاقتراض بسندات الدين بسعر الإصدار، المبلغ الذي دفعه بالفعل المكتتبون بهذه السندات، وهو هنا 90 عن كل سنة، يعني 1,800,000 وليس 2 مليون. الاقتراض المصرفي البالغ 900,000 هذا يظهر باعتباره اقتراض بسندات الدين. الاقتراض الآخر اقتراض من مصادر أخرى. هذه المصادر التي يظهرها جدول التمويل في هذا المثال. مثال بس إنه توضيح، ما في شيء. هذا هلا هذا في شيء. مثال 9، في 31/12 أظهر جانب المطلوبات من الميزانية الموقوفة بهذا التاريخ لشركة مرعي. القروض التالية، اقتراض لقاء سندات دين، اقتراض مؤسسة التسديد، اقتراض آخر طويل الأجل، هذه القروض التي أظهرتها ميزانية 31/12 نون. وطبعا بميزانية 31/12 نون بيبقى في حد عمود للدورة المالية السابقة اللي هي نون ناقص واحد. ما كان في شيء السنة الماضية بالنسبة لاقتراض لقاء سندات الدين، كان في 203 بالنسبة لمؤسسة التسديد، وكان في 121% بالنسبة ل اقتراض آخر طويل الأجل. هلا هالمبالغ هاي يعني بيقول لي تتضمن فوائد جارية. هدول المبالغ الخمسة بيتضمنوا فوائد جارية على النحو المشروح أدناه. هذا في بقلبه 25,000 فوائد جارية، هذا في بقلبه 8,250، 3,900، 1,800. وبلغت علاوات تسديد سندات الدين التي يظهرها جانب الأصول من الميزانية 10,000. نعم، جرى خلال العام تسديد 50,000 من الاقتراض من مؤسسة التسديد، ومبلغ 60,000 من الاقتراض الآخر طويل الأجل. هذا ما كان في منه شيء ليتسدد، ما كان موجود يعني حتى يتسدد منه شيء. فالتسديد بده يصير من هون ومن هون، من هذا ومن هذا. هذا أكيد ما حيكون في تسديد، لأنه أصلا ما كان في مبلغ ليتسدد. ويراد تحديد المبالغ ذات الصلة التي تظهر في جانب المصادر من جدول التمويل. أول شيء بدي أعمله، بدي نظف هذه المبالغ من الفوائد الجارية. يعني هذه 525 بدي أطرح منها 25، هاي بدي أطرح منها 8,250، هاي بدي أطرح منها 900، هاي 3,000، هاي 1,800. فعملنا الآتي: لتحديد مبالغ الاقتراض الإضافي خلال السنة، يتم إخلاء مبالغ القروض من الفوائد الجارية كما يلي. أخليناهن، طرحنا الفوائد الجارية فصاروا هذه المبالغ. بعد ما تنظفت القروض اللي ظاهرة بالجدول الفوق من الفوائد الجارية، صارت هيك: 525 ناقص 525 500 258 و250 ناقص 8,250 250، وهكذا. كل وحدة انحذفت منها الفوائد الجارية تحتوي عليها وتنظفت منها، صارت هيك.
مع مصدر هيك حنقول الآتي: في الاقتراب بسند الدين لا يوجد تسديد باعتبار أنه لم يكن يوجد اقتراض في سنة نون ناقص واحد، ومبلغ الاقتراض 500 ألف هو اقتراض صاف. يعني هذه 500 ألف اللي قاعدة هون، هذه اقتراض بالكامل، مش عبارة عن فرق بين اقتراض وتسديد، لأنه أصلاً مش رصيد فرق يعني بين اقتراض وتسديد، لانه اصلا ما كان في شيء لحتى يبقى له رصيد. هذا اقتراض هون نشأ بهاي السنه بسنه النون. ولكن في شيء بدنا ناخده بعين الاعتبار، هو عم بيقول انه بالميزانيه في علاوات تسديد سندات الدين مبلغها 10 آلاف. شو يعني هلا؟ يعني الاتي: وينبغي، وهو اقتراض صاف، يظهر في الميزانية المحاسبية بسعر التسديد. الاقتراض بحطوه المحاسبين بالميزانية المحاسبية بسعر التسديد، يعني نحن ملتزمين انه ندفع للناس تسديدا لهذا القرض 500 ألف، بس ربما ما نكون اخذنا 500 ألف، وهو بالحقيقة ما أخذنا 500 ألف. شو الدليل؟ عم بيقول: وينبغي أن يظهر في جانب التمويل في جدول التمويل بسعر الإصدار. هذا القرض 500 ألف هيك ظاهر بالميزانية، 500 ألف هذا سعر التسديد، ولكن هو في جدول التمويل وفي الميزانية الوظيفية مثل ما قلنا فوق، ينبغي أن يظهر بسعر الإصدار. طب ومين قال انه علاوات انه سعر الاصدار مختلف عن سعر التسديد؟ هونيك هو قال بصورة صريحة، هون هو قال انه في سعر اصدار 90، في سعر تسديد 100، بس هون مين اللي قال؟ لحتى عم تقول انه مختلف، هو قال بس بصيغة اخرى. كيف بصيغة اخرى؟ لما عم بيقول انه بلغت علاوات تسديد سندات الدين التي يظهرها جانب الاصول 10 آلاف دعم، يعني معنى وجود علاوات تسديد معناه اختلاف سعر الاصدار عن سعر التسديد، وال 10 آلاف هي الفرق بين سعر الاصدار بين سعر التسديد وسعر الاصدار. يعني سعر التسديد سعر الاصدار اقل من سعر التسديد ب 10 آلاف. يعني نحن اخذين من الناس مش 500 ألف، أخذين من الناس 490 ألف، و490 ألف هي اللي حتظهر في جانب المصادر من جدول التمويل. إذا ليظهر في جدول التمويل بمبلغ 490 ألف. إذا هون عرفنا إنه الاقتراض بسندات الدين سيظهر في جانب المصادر في جدول التمويل بمبلغ 490 ألف، اللي هو هذا المبلغ ناقص علامات التسديد. طيب، أما في الاقتراض مؤسسة التسديد والاقتراض الآخر يتم الانطلاق من العلاقة التالية. هون هذا الفرق بين هذا المبلغ وهذا المبلغ وهذا المبلغ وهذا المبلغ. هلأ ال 200 الاقتراض مؤسسة التسديد كان 200، صار 50، صار 250، آسف، يعني زاد 50. هل أنا فيه يقول إنه الجماعة أخذوا قرض ب50 وأنهي اللعبة هون؟ لا، لأنه يمكن يكون أخذوا قرض أكبر من هيك بس سدد جزء فعمل فرق 50. طيب كيف بدي أعرف؟ بده هو يقول لي إحدى المعلومتين. طيب هو قايل إحدى المعلومتين؟ إيه قال. شو قال؟ قال: جرى خلال العام تسديد 50 ألف من الاقتراض من مؤسسة التسديد. عظيم. يعني أنا في 4 متغيرات أنا بعرف 3 منهم. شو هن ال4 متغيرات؟ الاقتراض، رصيد الاقتراض آخر العام يساوي الرصيد في أول العام زائد الاقتراض الإضافي ناقص التسديد. هذه ما بدها الواحد يتعلمها ليكون بيعرفها، بيعرف إنه رصيد القرض آخر السنة هو رصيده أول السنة زائد شو أخذنا قرض جديد ناقص شو سددنا. هلا إذا هيدي أنا جبتها، إذا هاي رحت فيهم الناحية التانية، رحت هيدي لهون، يعني الاقتراض بقيته هون وأخذت الرصيد الناحية التانية وأخذت التسديد الناحية التانية، بصير رصيد القرض في آخر العام ناقص رصيد القرض في أول عام زائد التسديد من القرض يساوي الاقتراض الإضافي.
هيا يعني الاقتراض الإضافي مؤسسة التسليف يساوي 250 اللي هو رصيد آخر العام ناقص 200 اللي هو رصيد أول العام بلس 50 اللي هي التسديد، بيكون أخدين قرض 100 ألف. هلا الاقتراض الآخر هو قال إنه هاي هون إنه سددوا 60 ألف، فإذا رصيد آخر العام اللي هو 60 ناقص 120 زائد 60 بيكونوا الاقتراض الإضافي زيرو، ما أخدين قرض إضافي. يعني بجانب المصادر من جدول التمويل حيظهر اقتراض بسندات الدين البالغ 490 ألف واقتراض مؤسسة التسليف البالغ 100 ألف. هاي هي عناصر المصادر في جدول التمويل. طيب، تعرفنا على قدرة التمويل الذاتي، حكينا عنها، حكينا على التفرغ عن الأصول والتحصيل من الإقراض، حكينا عن الزيادة في رأس المال والعلامات المرتبطة برأس المال، حكينا عن زيادة في أعانات الاستثمار، وحكينا عن هذه المصادر اللي هي اقتراض 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 اللي عم نحكي عنها. هيك بيظهر جدول التمويل. طب السؤال هون، إذا أنا عم بشتغل جدول التمويل بتطبيق وبعض هذه مش موجودة، أنا مجبور أكتبها وأتركها فاضي ولا في ما أكتبها؟ لا، إذا مأكد إنه مش موجودة في محطة، طالما إنه هي يعني مثلا أنا عم بعمل جدول تمويل وما لقيت أساسا بالميزانية في إعانات للاستثمار لحتى أحط زيادة في إعانات الاستثمار، ما بحط. ما لقيت بالميزانية في أعباء للتوزيع على الدولار، ما بحطه. ما لقيت بالميزانية في تخفيض برأس المال، ما بحطه. جانب المصادر بنحطه بينجمعه، بينحطه جانب الاستخدامات وبينجمعه. مجموع المصادر ناقص مجموع الاستخدامات، مجموع المصادر ناقص مجموع الاستخدامات يساوي التغير في رأس المال العامل. إذا كان هذا التغير طلع ناقص بيكون نقص في رأس المال العامل، إذا كان هذا التغير طلع زائد بيكون الزيادة في رأس المال العامل، والفرق بيقعد تحت الجانب الصغير. يعني إذا المصادر أكبر من الاستخدامات الفرق بيقعد هون تحت الاستخدامات، إذا بالعكس الفرق بيقعد هون تحت المصادر إذا الاستخدامات أكبر. برجع بكرر، إذا المصادر أكبر من الاستخدامات يقال أن هناك زيادة في رأس المال العامل، إذا الاستخدامات أكبر من المصادر يقال أنه نقص في رأس المال العامل، ودائما الفرق بينهما بيقعد تحت الجانب الأصغر لحتى يكون هو الرصيد. الرصيد بيقعد تحت الجانب الأصغر. فائدة جدول المصادر يسمح الجزء الأول من جدول التمويل بالحكم على شروط التوازن المالي انطلاق المدخل الوظيفي من خلال سياسة الاستثمار من خلال شراء الأصول الثابتة والتفرغ عنها، سياسة تمويل الاستثمارات من خلال درجة الاعتماد على مصادر داخلية أو خارجية في التمويل، سياسة التمويل الذاتي من خلال القدر الذي يتم توزيعه على المساهمين بشكل أنصبة أرباح من أصل ما يتم تحقيقه من قدرة التمويل الذاتي. طيب، التطبيق الأول، أنا بهذا التطبيق بدي أشتغل على الجزء الأول من جدول التمويل قبل ما أروح على الجزء الثاني. يتكون رأس مال شركة كفر نبرخ مما يلي: 15 ألف سهم بقيمة اسمية لبيت دعم مدفوعة منذ أكثر من سنة، 5000 سهم بقيمة اسمية 320 ب 300 وسعر اصدار 320 دفعت في 1/7 نون. يعني خلال هذه السنة اللي احنا فيها كان في زيادة في رأس المال. هاي اول معلومة من معلومات جدول التمويل عرفتها قبل ما اطلع بالميزانية. خلال سنة نون سددت الشركة بصورة جزئية قرضا حصلت عليه خلال سنة نون ناقص واحد، وحصلت على قرض بمبلغ 1,250,000، وتم التفرغ. هاي صارت سددت، هذا بجانب الاستخدامات، حصلت هذا بجانب المصادر.
وقد تم التفرغ خلال سنة نون عن أصول ثابتة، بلغ إيراد التفرغ عنها 115,000. هذا بجانب المصادر، هاي بعد ما بلش بين معي أربع مصادر واستخدام. جدول الأصول الثابتة، جدول الأصول الثابتة يظهر في عموده الأول القيمة غير الصافية في بداية السنة، بالعمود الثاني الزيادات، والزيادة مثل ما اتفقنا في معظمها ناتجة عن شراء، هلا بعضها مش شراء مثل الزيادة في مصاريف التأسيس بيكون مبالغ مدفوعة كمصاريف تأسيس أو مصاريف زيادة رأس المال، منها شراء. النقص بيكون ناتج عن البيع، ولكن هاي المبالغ هذه اللي قاعدة هون مش سعر بيع، المبالغ اللي قاعدة هون هو تكلفة ما تم بيعه، وهذا الرصيد في آخر السنة. هذا بالنسبة لجدول الأصول الثابتة. جدول الاستهلاك، هون بيبقى قاعد الزيادة رصيد الاستهلاك في أول السنة، يعني آخر السنة اللي فاتت. هون بيبقى قاعد الزيادات، الزيادات عن شو ناتجة؟ الزيادات تنتج عن ما يتم تسجيله في مخصصات الإهلاك. يعني لو قال لي هون بين قوسين المخصصات، كتب تحت المخصصات، بيكون لا يكذب بهذه الكلمة. الزيادة الظاهرة في العمود الثاني، طبعا لما أقول العمود الثاني يعني العمود الثاني للمبالغ، يعني هذا هو العمود الثاني، هذا يعني مش الثالث، لأن لما نقول العمود الأول بنكون عم نقصد العمود الأول للمبالغ اللي هو هذا، وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. المهم، إذا الزيادة التي يظهرها العمود الثاني في جدول الاستهلاك تمثل مخصصات الاستهلاك. طيب النقص من شو بيمثل؟ بيمثل استهلاك الأصول التي تم بيعها، استهلاك الأصول التي تم بيعها. يعني مثلا بايعين تجهيزات فنية تكلفتها 285,000، استهلاك لغاية تاريخ البيع 199,500، بايعين آليات نقل تكلفتها 47,000، استهلاك لغاية تاريخ البيع 35,250، بايعين أصول ثابتة مادية أخرى تكلفتها 56,000، استهلاك لغاية تاريخ البيع 7,500. هلأ الاستهلاك في آخر العام هو رصيده الذي يظهره في ميزانية 31/12 نون. هذا الرصيد الذي يظهر في ميزانية 31/12 نون ناقص واحد، لأنه أول العام هو آخر السنة المضيت. طبعا هو هذا المبلغ اللي قاعد هون، كل واحد من هول المبالغ هو المبلغ اللي ظاهر في العمود الأول زائد اللي ظاهر في العمود الثاني ناقص اللي ظاهر في العمود الثالث، كل واحد من هول المبالغ الستة. وهون برضو كل واحد من هذه المبالغ، كل واحد من هذه المبالغ هو من هاي المبالغ، يعني هو المبلغ اللي قاعد بالعمود الأول زائد اللي قاعد بالعمود الثاني ناقص اللي قاعد بالعمود الثالث. طبعا هون في ستة بس، وهون في خمسة فقط، لأنه في أصل ثابت غير قابل للإهلاك اللي هو الأراضي. فهون ما لقينا الأراضي، مصاريف تأسيس وأبنية وتجهيزات وآليات وأصول ثابتة مادية أخرى. جدول المؤونات، الزيادة في المؤونات هذه ناتجة عن مخصصات المؤونات، النقص في المؤونات هذا استرداد المؤونات. المؤونة هي الرصيد اللي كان بميزانية 31/12 نون ناقص واحد، والمؤونة اللي هون هو آخر السنة هو الرصيد اللي هو ميزانية 31/12 نون. كل مبلغ من هول هو المبلغ اللي ظاهر في العمود الأول زائد اللي ظاهر في العمود الثاني ناقص اللي ظاهر في العمود الثالث، كل مبلغ من هول المبالغ الستة. وهاي الميزانية، هاي ميزانية 31/12 نون ناقص واحد، هذا جانب الموجودات منها في بقلبها كأصول، نفس الأصول التي اللي أظهرها جدول الأصول الثابتة. هاي جانب المطلوبات منها نفس الميزانية. لاحظوا إذا اطلعت هون بالرسامين الخاصة
بتاعت نون ناقص واحد، بلاقي انه في رأس المال واحتياطي قانوني واحتياطيات اخرى، ما في نتيجة الدورة. يعني هذه ميزانية تم اعدادها بعد توزيع الربح، ولما تكون ميزانية تم اعدادها بعد توزيع الربح لحتى اعرف الارباح الموزعة، ارباح سنة نون ناقص واحد الموزعة في سنة نون، بدي انزل شوي لتحت لاشوف اذا في ذاكر شيء اسمه انصبة ارباح برسم الدفع. هاي هون انصبة ارباح برسم الدفع 180 ألف. هلا لما اطلع بميزانية النون ما حلاقي في انصبة ارباح برسم الدفع لانه كانوا بيكونوا اندفعوا. عرفت ساعتها توزيعات ارباح خلال الدورة المالية قد ايه. طيب هاي بقى ميزانية نون، هاي جانب الأصول منها، فيها نفس عناصر الأصول. لاحظوا مثلا هون هدول المبالغ إذا أنا جبتهم، بس على سبيل التوضيح حطيتهم هون لأتأكد إنه هني ذاتهم بجدول الأصول الثابتة. هزيد هون عمود بس لأتأكد إنه برجع بنمحيه، أتأكد إنه المبالغ اللي ظاهرة بالميزانية هاي المبالغ هي ذاتها 234 مليون 159 مليون 145 مليون 250 257 256 هي ذاتها. هأرجع ألغيه لهيدا. وبالنسبة ل اللي ظاهر بأول السنة، هجيب المبالغ تاعول النون ناقص واحد لأشوف الأصول الثابتة اللي ظاهرة بميزانية السنة الماضية هاي، ميزانية نون ناقص واحد، لأشوف إذا هي ذاتها. مية واتنين وستين مليون ومية وخمسين مليون وأربعمية وعشرة أربعة ميتين وتسعين ميتين وخمستاش ميتين وحداش وخمسمية أربعمية وعشرة هي زيتا. إذا ما كان هي زيتا بيكون في غلط بالسؤال، شوف بيكون في مشكلة بالشركة، بيكون نحن اللي غلطانين. بالنسبة للاستهلاك بدي أتأكد إنه استهلاك الاستهلاك بي اللي ظاهر بميزانية 31/12 نون ناقص واحد هو نفسه هيدا اللي هو رصيد أول السنة، رصيد الاستهلاك في أول السنة. هجيب هيدول بس مؤقتا، هطلع هاي شوي لفوق بس لحتى أنسخهم وارجع برجع محلها. هلا برجع محلها بس نرجع. مية وثمانية، أربعمية وسبعة وخمسين، وخمسمية، مليون، ميتين وخمسين، 56 مظبوطين. لكن هذا الاستهلاك اللي ظاهر هون بالشو اسمه مماثل اللي ظاهر بميزانية 31/12 نون ناقص واحد، بدي أتأكد إنه هيدول مماثلين للي ظاهرين بميزانية 31/12 نون. ولكن قبل ما انسى بدي ارجع هدول محلهم لحتى افضي لحد الاراضي. احنا بس طلعناها مشان نقدر نحطها فوق، لانه فوق ما في سطح للاراضي. هاجي على الميزانية هون برضو هعمل نفس الحكاية، هطلع شوي مؤقتا نرجع بنرجع محلها لما نجي. هكتبها هون بس نشوف انه هن ذاتهم 156 557 و500 مليون 658 93 111 هن ذاتهم. هشيلهم والغي العمود
أنا بيهمني تكونوا عارفين المطابقة بين هذه الأعمدة وكل عمود شو بيمثل. أنا مش عم بتسلى يعني، التأكد مش بس للتسلية، أنا عارف إنه مطابقين بس لحتى تتأكدوا معي كل شيء من وين عم يتاخد. رح أرجع هون محلهم مع الانتباه إلى إنه بدي فضي الأراضي ونزل هون لتحت. طيب إذا أجيب بدي أجي أعمل مطابقة على المؤونات، هاي المؤونة تاعت بديل العيون هذول بجدول المؤونات هول الأربعة بلس هاي المؤونة اللي بجانب الخصوم اللي هي مؤونات الموجب أخضر ومؤونات الموجب أحمر. إذا جيت أنا حملتهم حلاقيهم فوق بجدول المؤونات لآخر السنة، تعود نقول ناقص واحد حيهم بالعمود الأول بتاع رصيد بداية السنة. طيب بناء على هالشي قال لي أول شي بدي إياك تحسب لي قدرة التمويل الذاتي. بقول له أنت عم تقول لي بدك تحسب لي قدرة التمويل الذاتي، وأنت لما علمتني كيف يعملوا قدرة التمويل الذاتي أنت لي بده يكون عندي حساب نتيجة، وهلأ ما أعطيني حساب نتيجة، كيف بدي أعمل لك قدرة التمويل الذاتي؟ فيما يقوم مقامها من أجل احتساب قدرة التمويل الذاتي، وكل شغلة إذا ما لقيتها في المكان اللي أنا عم خبرك عنه رد على أي خبر. أول شيء مخصصات الاستهلاك للأصول الثابتة، أنت بتعرف أن قدرة التمويل الذاتي يساوي نتيجة الدورة بلس مخصصات الاستهلاك بلس مخصصات المؤونات بلس القيمة الدفترية للأصول الثابتة وتفرغ عنها مو إيرادات التفرع عن الأصول الثابتة مو استرداد المؤونات. إذا في وحدة من هدول ما لقيتها يكون ساعتها السؤال ناقص. هلا حنتفق كل وحدة من وين حتتجاب بسؤال مثل هيدا. مخصصات الاستهلاك على الأصول الثابتة يفترض تكون موجودة بعمود الأصول بجدول الأصول الثابتة عمود الزيادة بجدول الأصول الثابتة عمود عفوا جدول استهلاك الأصول الثابتة عمود الزيادة جدول الاستهلاك عمود الزيادة 500 948 450 هذا استهلاك الأصول الثابتة 948 450. خلينا نشوف إذا هذه اللي محطوطة هون تسعمية وثمانية وأربعين من 450. مخصصات المؤونات يفترض تكون بعمود الزيادة بجدول المؤونات عمود الزيادة بجدول المؤونات هاي جدول المؤونات هاي عمود الزيادة 247,350 مجموع. نزلنا على 247,350 جبنا على جدول على احتساب قدرة التمويل الذاتي لقينا 247,350. طيب القيمة الدفترية للأصول الثابتة تفرغ عنها من وين هتجيبها؟ شوف لي وين مذكورة بالسؤال. بجدول الأصول الثابتة ما مبينة، بجدول الاستهلاك ما مبينة، بجدول المؤونات ما مبينة، وفيما يلي الميزانية ورجعنا نزلنا لتحت بقى ويني؟ هاي مش معطاة، بلا معطاة، وين معطاة؟ هات نشوف وين معطاة. شو يعني القيمة الدفترية للأصول الثابتة فرق عنها؟ القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها يساوي تكلفة الأصول المتفرغ عنها ناقص استهلاك الأصول المتفرغ عنها. طيب وين هي تكلفة الأصول المتفرغ عنها؟ هاي تكلفة التجهيزات المتفرغ عنها ناقص بجدول الأصول الثابتة، هاي تكلفة التجهيزات الفنية المتفرغ عنها، هاي تكلفة آليات النقل المتفرغ عنها هاي 147، هاي تكلفة أصول ثابتة مادية أخرى متفرغ عنها، يعني مجموع تكلفة الأصول الثابتة متفرغ عنها 388,000 تجهيزات وآليات وأصول 388,000. نجي على جدول الاستهلاك
بدون نقص، هاي استهلاك الأصول متفرغ عنها، استهلاك التجهيزات الفنية متفرغ عنها، وهاي استهلاك آليات النقل متفرغ عنها، وهاي استهلاك أصول ثابتة مادية أخرى متفرغ عنها. يعني هال242 و250 هي تكلفة استهلاك الأصول الثابتة المتفرغ عنها، هي استهلاك الأصول الثابتة المتفرغ عنها. طيب إذا أنا جيت عملت نسخ لهاي، وعملت نسخ لهاي ورحت على جدول الاستهلاك على اكسل، للأسف حطيت هاي وحطيت هاي وطرحتهم من بعض، مية وخمسة وأربعين سبعمية وخمسين. يفترض هذه هي تكون القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، 145 750. خلينا نشوف إذا هيك حاطط 145 750 القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، مية وخمسة وأربعين سبعمية وخمسين. عظيم. استرداد من المؤونات أي موجودة بجدول المؤونات عمود النقص، هاي جدول المؤونات، هاي عمود النقص، الناقص هذا الاسترداد، 153 450. جينا مية وثلاثة وخمسين أربعمية وخمسين إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة. أيدي إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة إذا حساب النتيجة مش موجود محل أي، لا بجدول الأصول الثابتة ولا بجدول المعونات ولا بجدول استهلاك الأصول الثابتة. طيب وين بدي لاقيها؟ هو قايلها فوق أول ما بلشنا، وين قايلها؟ هون. وقد تم التفرغ عن أصول ثابتة خلال السنة، وقد تم التفرغ خلال سنة 2 عن أصول ثابتة بلغ إيراد التفرغ عنها 115 ألف. كان قايلها بصورة صريحة، هو مضطر يقولها بصورة صريحة لأنه هي مش موجودة بهذه الجداول اللي موجودة قدامنا. لو أعطاني حساب النتيجة كنت حلاقيها بحساب النتيجة. إذن 115 ألف إيرادات تفرغ عن أصول ثابتة. إذا أنا جبت هذه الأرقام بس لأتأكد إنه مجموعين صح، حطيتهم هون لمحض التأكد. هنزل هذا الرقم شوي لتحت وأجمع. طبعا هأجمع بالأخذ في الاعتبار إنه في تقريبا 2 ناقص، 1,705,820. مظبوط، 1,705,820. هذه هي قدرة التمويل الذاتي. لكن قدرة التمويل الذاتي يساوي نتيجة الدورة زائد مخصصات استهلاك الأصول الثابتة زائد مخصصات المؤونات، كل شيء فيه مخصصات مؤونات، زائد القيمة الدفترية للأصول الثابتة المتفرغ عنها، ناقص استرداد المؤونات، ناقص إيرادات التفرغ عن أصول ثابتة. طلعت قدرة التمويل الذاتي. طيب نجي بقى على جدول التمويل الجزء الأول. هنبلش بالاستخدامات. أول شيء بجانب الاستخدامات في عندي توزيعات أرباح خلال الدورة المالية، وأنا مثل ما شفت ميزانية السنة الماضية بعد توزيع الربح، مثل ما قلنا أول ما بلشنا إنه ميزانية 2 ناقص 1 بعد توزيع الربح، ولأنه بعد توزيع الربح ما في نتيجة الدورة ضمن الرسمية الخاصة. فجيت طلعت هون لقيت في أنصبة أرباح برسم الدفع 180 ألف. جيت على ميزانية سنة النون طلعت هون ما لقيت في أنصبة أرباح برسم الدفع، يعني تسددت. فحطيت توزيعات أرباح 180 ألف. تاني شيء
الشراء أو الزيادة في أصول ثابتة غير مادية. نريد على جدول الأصول الثابتة. جدول الأصول الثابتة طلعت بعمود الزيادة. هاي جدول الأصول الثابتة وهاي عمود الزيادة. ما في أصول ثابتة غير مادية إلا مصاريف التأسيس، فحطيت 72,000. هاي 72,000. هلأ شراء أصول ثابتة مادية. شراء أصول ثابتة مادية. جيد على جدول الأصول الثابتة. عمود الزيادة. طلعت شوفي بقلب أصول ثابتة مادية. كل شيء غير مصاريف التأسيس هني أصول ثابتة مادية. أراضي وأبنية وتجهيزات وآليات وأصول ثابتة مادية أخرى. فجيت مسكتهم اللي هني هون ناقص 72,000 يعني. بس أنا حأجمعهم، هحطهم هون وأجمع. ثلاثة مليون خمسمية واثنين وخمسين وخمسمية. هيدا شراء أصول ثابتة. خلينا نشوف إذا هيك. شراء أصول ثابتة مادية 3,552,500. هلأ شراء أصول ثابتة مالية. ما في، لسوء الحظ ما في أصول ثابتة مالية، لا في، لا كان في ولا شروا ولا بيعوا. طيب إقراض، إقراض إضافي طويل الأجل. إقراض، لا ما في إقراض، لأنه بالأصول ما في غير مصاريف التأسيس والباقي أصول ثابتة مادية، ما في أصول ثابتة مالية بهالميزانية. طيب تسديد من القروض، ما في إلا قروض من وسائل التسليف بالميزانية. القروض في هون بعد ما خلص اقتراض مؤسسة التسديف، وبعدين بقى صارت دي مبدئيا قصيرة الأجل، فما في قروض إلا القروض مؤسسة التسليف. هذا بميزانية أي سنة؟ بميزانية النون. بميزانية النون ناقص واحد، برضو ما في قروض إلا قروض مؤسسة التسليف. طيب خلينا نشوف شو المعلومة اللي عاطيها والمعلومة اللي تارك لي أنا أعرفها. عم بيقول سددت الشركة جزئيا قرضا حصلت عليه خلال سنة نون ناقص واحد، وحصلت الشركة، كلمة الشركة ما في داعي تتزاد لأنه هاي لهونيك، وحصلت في 30 كانون الأول نون على قرض بمبلغ 1,250,000. إذا قال لي شو أخذوا قرض، يعني المعلومة اللي مخبية هي التسديد. هذه المعلومة اللي أخفاها، يعني أنا بدي أعرف قد إيه التسديد. هلا لما أروح على المصادر ححط 1,250,000 كاقتراض إضافي. خلينا نشوف نتأكد قبل ما ننساها إنه حاططها مع المصادر. الزيادة في الاقتراض أي 1,250,000. طيب لكن أنا بدي أعرف قد إيه التسديد، التسديد خباه. حاجي أقول رصيد الاقتراض في آخر العام يساوي رصيد القرض أول العام زائد الاقتراض الإضافي ناقص التسديد. اقتراض إضافي خلال السنة 1,250,000، هذا معطى مثل ما شفناه فوق. رصيد القرض ببداية السنة 600,000. 600,000 هيدا شو؟ خلينا نتأكد بس إنه 600,000، لأنه أنا ما شفته 600,000، بس هو حيرسي على 600,000. هون عم بيقول إنه هذا المبلغ اللي هو 1,604,855 في بقلبه 4,885، في بقلبه 4,885 فوائد جارية. فحأنزل لهون وأقول بعد استبعاد
الفوائد الجارية البالغة 485. دعم. هذا بالنسبة لسنة بنهاية السنة، يعني اللي هن بميزانية نون، رصيده بنهاية السنة اللي بميزانية نون. كان في الميزانية، كان ظاهر الميزانية بمليون وستمية وأربعة وثمانمية خمسة وثمانين، وقال لي تحت الميزانية إنه هالمبلغ بقلبه 485 فوائد جارية، فحذفته من أجل احتساب الفرق. يعني خليني أشوف بتاعت النون ناقص واحد. عم بيقول لي هون اقتران مؤسسة التسديف، قال لي ما في بقى 600 ألف، وما جاب لي سيري هون تحت إنه يحتوي على فوائد جارية، يعني بقيت 600 ألف. طيب فحطيتهم هن زيتون، ما استبعدنا شي. رصيد القرض في نهاية السنة 1,600,000، اللي هو هذا رصيده بقيت السنة 600 ألف، بلوس الاقتراض الإضافي ناقص التسديد. الاقتراض الإضافي اللي هو آيلو 1,250,000 اللي آيلو فوق ونحن حاطينه هون. حطينا التسديد، طلع التسديد 250,000 بعد وضعنا المعلوم بمكان مجهول بطرف والمجهول بالطرف الآخر، فطلع فيه التسديد يساوي 250,000. حطينا هون التسديد يساوي 250,000. هذه هي ال استخدامات، بيطلع مجموعة 4,054,500. نجي بقى للمصادر. أول مصدر هو قدرة التمويل الذاتي اللي أنا ديجا حسبتها فوق، اللي هي 1,705,820 حطيتها. تاني مصدر هو إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة. هلأ أنا ما عندي الأصول الثابتة تم التفرغ عنها إلا الأصول الثابتة المادية، واللي قايل لي هو انه ايراد التفرغ عنها 115,000 اللي انا حذفتهم هون نقصتهم، فهدول نقصتهم هون حطيتهم هون كمصدر مستقل في جدول التمويل. الزياده في راس المال 1,500,000، خلينا نشوف اذا هو قايلها بصوره صريحه عن 1,500,000. اول شيء بدي اشوف فرق الميزانيتين. ميزانيه النون راس المال 6 مليون، بميزانية النون ناقص واحد رأس المال 4,500,000، هاي فرق 1,500,000 زايد رأس المال 1,500,000. بس خلينا نشوفه لما كان عم يخبرني الصبح عن الزيادة في رأس المال شو قال. قال خلال السنة في 1/7 نون أصدروا 5,000 سهم بقيمة اسمية 300. رأس المال بيزيد بالقيمة الاسمية للأسهم، ف5,000 ضرب 300 بيعملوا 1,500,000، فهاي الزيادة في رأس المال. هلأ الزيادة في العلاوات المرتبطة برأس المال 100,000. مين قال إنه 100,000؟ خلينا نشوف مين اللي قال. إذا أنا جيت اطلعت بميزانية النون تحت رأس المال بلاقي علاوات الإصدار 100,000، من ميزانية النون ناقص واحد تحت رأس المال ما بلاقي علاوات إصدار، فهذه ال 100,000 كلها زيادة لأنه كانت زيرو صارت 100,000. بس خليني أتأكد هون لما كان عم بيخبرني عن زيادة رأس المال شو قال. قال بقيمة اسمية 300 وسعر إصدار 320، يعني في علاوة إصدار 20 اللي هي 320 ناقص 300، 20 ضرب 5,000 100,000، هاي الزيادة في العلاوات المرتبطة برأس المال. الزيادة في الاقتراض هو عاطيني إياها وبناء عليها حددنا هذا 250. طلع مجموع المصادر 4,670,820. المصادر أكبر من الاستخدامات، 4,670، 4,54، وهذا الوضع الطبيعي اللي احنا بدنا إياه، بدنا تكون المصادر أكثر من الاستخدامات. الفرق
المصادر الطويلة الأجل أكبر من الاستخدامات الطويلة، هو مجموع المصادر بيساوي مجموع الاستخدامات، بس نحن عم نحكي عن طويلة الأجل فقط، طويلة الأجل من هون وطويلة الأجل من هون، فما بيكونوا قد بعض إلا بمحض الصدفة إذا حصلت هذه الصدفة. فمجموع المصادر 4,670,820، مجموع الاستخدامات 4,450، الفرق 616,320. هيدا التغير في رأس المال العامل، ولما يكون المصادر أكبر من الاستخدامات فهذا التغير اسمه زيادة، زيادة رأس المال العامل في هذه السنة عما كان عليه في السنة الماضية. وأنا بدي يكون في زيادة، أنا بدي تكون المصادر أكبر من الاستخدامات مش العكس. وأنا هقول إنه هالمؤسسة لا تعاني من فقدان للتوازن المالي، لأنه مجموع المصادر الطويلة الأجل تفيض عن مجموع الاستخدامات الطويلة الأجل. وبيلاحظ بالميزانية إنه في مبلغ لا بأس به من قدرة التمويل الذاتي، يعني هذه الشركة ممولة ذاتيا ب1,705,000 من مجموع مصادرها، ممولة بواسطة الزيادة في رأس المال 1,500,000 من مجموع مصادرها، ويعني هي لا تبالغ، لا ما عندها مبالغة بالاستدانة، لأنه مجموع الاستدانة 1,250,000 من أصل مصادر 4,670,000، فما عندها مبالغة في الاستدانة. هلا اللي مكبر الاستخدامات إنه الشركة عاملة توسع كتير كبير خلال السنة، شاري أصول ثابتة، يعني من أصل استخدامات 4,054,500 في شراء أصول ثابتة 3,552,500، يعني كان في خلال هذه سنة نون توسع كبير كتير، بدليل إنه مبلغ المصادر معظمه راح على شراء أصول ثابتة من أصل 4,670,820 في 3,552,500 ذهبت إلى شراء أصول ثابتة، يعني كان في توسع بشراء الأصول الثابتة. يعني الشركة خلال السنة اللي خلصت كبرت عن طريق شو؟ عن طريق إنه عملت تجهيزات فنية جديدة، عملت أراضي جديدة، عملت أبنية جديدة، عملت تجهيزات جديدة، عملت آليات النقل جديدة. كل الأصول الثابتة المادية اللي عندها صار فيها اقتناء إضافي خلال السنة بلا استثناء. ما اشتروا عقارات أراضي وأبنية، واشتروا تجهيزات، واشتروا آليات، واشتروا أصول ثابتة مادية أخرى. فواضح إنه كان في توسع كبير خلال السنة، 3,624,500. هذه ملاحظاتنا من قراءة جدول التمويل. 3,624,500 هدول بدهم ينشال منهم 72,000 تعول مصاريف التأسيس، بيبقى 3,552,500، في بقى 72,000 اللي هي هاي الزيادة في مصاريف التأسيس. طب بيقول لك البعض شو مصاريف التأسيس؟ الشركة مش امبارح اتأسست لحتى يكون صار في زيادة خلال هالسنة مصاريف التأسيس؟ لا، هون اللي مسجل بمصاريف التأسيس هو بمصاريف الزيادة في رأس المال. هي مسجلة مصاريف تأسيس بس هو المقصود مصاريف الزيادة في رأس المال، ما حيكون في زيادة بمصاريف تأسيس في الشركة إلى زمان مؤسسة، ولكن محاسبيا لا مانع من تسجيل مصاريف زيادة رأس المال بحساب اسمه مصاريف التأسيس.